حلف الزوجة قبل وفاة زوجها بأنها لا تريد منه أي شيء مما يمتلكه إثر موضوع دار بينهما، فهل توزع نصيبها من الميراث على أولادها أم تأخذ نصيبها في الميراث وعليها كفارة يمين؟ نعم، تأخذ نصيبها من الميراث وعليها كفارة يمين، لأن اليمين لا تحرم الحلال. الحمد لله. هذا حلال أحله الله لها وهو الميراث، فلا تحرمه اليمين، وعليها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإذا لم تجد فإنها تصوم 3 أيام. نعم.